وهلا صار معي الهام العالي وخالد صقر الباور كابل اللي بجننوا كثير. كثير مبسوطه اني اليوم عم بشوفكم بالرياض. اهلا فيك واهلا في كل المشاهدين، نورتونا هنا في الرياض. اهلا وسهلا. اهلا فيكم، انتم دائما بتنوروا الكاربت بكل محل بتكونوا فيه، اطلالاتكم بتجنن. بدي اعرف انا وياك لابسين او زي بعض زي العاده. عرايس عرايس انت العروسه، انت بتجنن اليوم. تونايت از يور نايت، خبرينا مين لابس اليوم. انا لابسه من المصممه السعوديه الجميله اللي احبها كثير، ايمان عجلان، الميك اب الجميله من مصر منار، والهير ستايل مع جيسي. اي لاف ات، جميلين جدا واحب اتعامل معهم. يعني ايمان اعتقد فهمتني كثير يعني. اكيد. وخالد انا شايفه توب عليه بليزر. طبعا طبعا، يعني انتم صرتوا تهتمون باللبس والمظهر كثير، فاحنا بعد كمان الشباب بهم. طبعا بشار، انا لابس اليوم المصمم الجميل السعودي ايمن الرابغي، حاب اشكره على التصاميم الجميله واللمسات الرائعه بصراحه. اكيد. ايش باقي؟ بس خلاص هو ثوب، حنا وانتهى الموضوع بصراحه. باقي تفاصيل كثير. طب انتم كنتوا تخبروني اليوم، انتم اليوم مرشحين عن فئات كثير مهمه وكثير حلوه، يعني هيك بس سمعتوا انكم مرشحين وعرفتوا انكم جايين اليوم هون، شو كان احساسكم انه انتم الاثنين خصوصا مع بعض الهام واختطاف اذهلتونا فيه؟ طبعا الهام ما نامت مسكينه، يعني متوتره طول الوقت حقيقه. متوتره بس جداً. احنا في نفس الوقت فخورين وسعيدين بصراحه جدا بالتنافس، بالوجود وجوه عربيه وفنانين نجوم كبار جدا. هذه مشاعري بصراحه، انا فخور وسعيد جدا ان نحتضنهم هنا. صحيح. في الرياض بصراحه. ايا كان الفائز، احنا كلنا متواجدين على هذا الحفل. صحيح. كلنا فائزين فعليا، ان كانت الجائزه من نصيبنا او من نصيب زملائنا، كلنا في النهايه نمثل الفن. ان شاء الله دائما مزيد من هذا التطلع، مزيد من هذا النجاح، ومزيد من الترفيه اللي احنا جالسين نعيشه ان شاء الله. نايس. اوكي، انت كمان مرشحه لفئه كثير مهمه. ومعك ممثلات رائعات. صحيح. معك نادين نسيب نجيم، هلا عم نشوفها عم بتفوت قاعده على الكاربت. صحيح. شو حسيتك بس عرفتي وسمعتي هذا سواء الخبر؟ الفنانه هدى ولا الفنانه نادين ولا الفنانه شجون، كلهم زميلياتي وكلهم اعشقهم جدا على المستوى الشخصي، وفنانات رائعات. انا بالنسبه لي يكفيني ان انا اليوم اقف بمصاف هؤلاء الفنانات، يكفيني انه انا اليوم واصله هذه المرحله النهائيه، ان كانت في جائزه ام لا، فانا فايزه ان شاء الله بقلوب عائله الهام علي ان شاء الله. وانت كمان خالد، يعني من خلال اختطاف ابهرتنا اذهلتنا، يعني كنا كل وقت خايفين منك، وقلت بس بدي اشوفه لخالد، انا بدي اهرب لانه كنت طالع مجرم. لا لا انا خلاص، ويعني ابدا يعني شو سويت فيها لالهام؟ لا اشكيلكم يا جماعه في اشياء. هذا اقل مما تستاهل بصراحه. لا عرب بتجنن. لا لا بالعكس، هو بصراحه اختطاف كان كتابه الجميله امان السليمي بصراحه. كتبت نص جميل أذهلتنا فيه بصراحة. إحنا كان علينا الواجب أنه نتقمص هذه الشخصيات ونقدمها للناس. أنا فعلا حابة أقول يا خالد شكرا إلى كاتبتنا أماني، شكرا للمشرف الجميل خلف الحربي، وشكرا طبعًا أيضا لمخرجنا مارك إيفرس. فعليا طبعًا اليوم حنا واقفين هنا بفضل منتجنا أوس الشرقي. طبعا أكيد. أكيد. طبعا منتجنا أوس أكيد. فعليا في نجاح تكاملي، يعني ما كنا أفضل العمل كله بصراحة كان جميل. best of luck لكم tonight. thank you. good luck. شكرا كثير لكم إلهام وخالد. we love you. thank you. جماعة Back to you guys.